يعني يجب أن يحالوا هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال الإجرامية على القضاء، وأن توضع عليهم العقوبات بحسب القانون الجزائي العراقي، إلى أن يتم ذلك، إلى أن يتم استتباب الأمن في العراق. نخشى من أن يكون هناك قتلى بين صفوف موظفي السفارة أو عائلاتهم، أو بين صفوف الجيش الأمريكي. والرئيس ترامب صرح منذ فترة ليس بعيدة بأن إذا قتل شخص أمريكي أو جندي أمريكي فهذا يعني بأن الوضع سوف يتأزم أكثر، لأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك، سوف تنتقم. وهناك أكثر من 120 موقع يمكن أن تقصف من قبل القوات الأمريكية بداخل العراق.